ينقاس داخل البيت. ودي اشوف ايش المتطلبات بس عشان ادخل البيت. ميني الكتريك بيك. طيب ما يمدينا ندق الجرس الا والله يمديني. تخيل ادق الجرس يفتح لي كذا بس. والله جاي يفتح الباب. اوه هل تفكر بما افكر فيه؟ اوه بعد زوجها نزل. ايوه هو جاي من وين؟ يا رب يجي من هذا الباب. اذا جاء من هنا والله ايوه يا رب ما يشوف يا رب ما يشوف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من ثيف سيميليتر. تقريبا وصلنا للجزء الرابع والحلقة الرابعة ويلكم باك برعاية اخونا بالله في محل باون شوب. طبعا اخر شيء وصلنا له كنا نبيع الشغلات من البيت الاخير اللي زرفناه. حاليا المشن يقول لي بريك اكار ويندو 104 وعلى بيت 104 وديني. طبعا واضح ان المشن هذا حق سريع سريع كذا بيت 104 مشن انتقامي مثل ما سميناه في الحلقات الماضية. هذا بيت 104 بس ما عندهم موتر فايش الوضع؟ او انه داخل الجراج. لا هذا مش 104 ولا مثل ما اشوف في الماب الظاهر ان هذا 104. خلنا نشوف يمكن من وراء فيه موتر ولا شيء. اوه يمدينا ندخل. حبيبي انسى الموتر خلنا نزرف. طبعا زرفاتي انا تيجي على الساعة 7:30 ما ادري ايش وضعي. اوبن سلولي يا حبيبي احلى زرفة على الساعة 7:30 يا عزيزي المشاهد. طبعا اكيد في احد في البيت. ما عندي اي خلفية عن البيت هذا ويمكن الموتر في الجراج فضروري. يا سلام بيت طابقين اول مرة. والله تطورنا يا جماعة صرنا ندخل بيوت طابقين ما اشوف احد في البيت. طيب نكسر ما لو كسرنا فيه انذار غالبا فما ينفع. كاني سمعت خطوات. والله انا لازم اني اشوف شخص في البيت عشان احدد عليه. طيب بما اني شفتك ما علي يا جماعة ترى ريلاكس الوضع. والله ريلاكس انا حرامي متمرس حرامي اجزمن انا حرامي متمرس يا جماعة. شوف لي 3 حلقات ما احد مسكني. الشرطة ما مسكتني. يجون يمسكوني في بداية الحلقة الرابعة. كنسل المقطع يا حبيبي. لا ان شاء الله الامور طيبة يا جماعة الخير. باقي نجمة واحدة والامور طيبة وبندخل. طيب كذا الشرطة راحت خلاص ننزل الامور طيبة. ابد ما صار شيء. كنترول كنسلوا اللقطة اللي قبل شوي على اساس اني دخلت الحين اول مرة. طبعا الحين يمديني اشوف الاشخاص والساعة كم يكونون في البيت. الظاهر اني ما بعرف معلومات كثير عنهم ولكن اقل شيء الحين اعرف انهم نايمين في هذا الوقت وهذا الشخص موجود فوق في هذا الوقت بس ما اعرف متى يكونون برا البيت. يا سلام خلوا لي دريشة مفتوحة. بس هذا مش بيت 104. اسمع خطوات. ربي رعب يا جماعة اول مرة ادخل بيت كذا وانا ما اعرف هم موجودين ولا مش موجودين. كيف بس وانا محترف. وربي اسمع خطوات جنبي يا جماعة. هذا الجراج بس هذا مش بيت 104. في شيء نزرفه. $15 شيل يا جماعة. انت تسمعون الخطوات اللي انا اسمعها ولا لا؟ يا رب تكون في الفيديو واضحة بس لان عشان ما يطلع شكلي غبي كذا على الفاضي. في شيء ما في شيء يا اخي الدروج دائما تكون فاضية.
اوه دمج ايفون يوفون. ان شاء الله ما يطلع فوق، يا رب انه ما يطلع فوق، لان عادة سمعت صوت يا جماعة. عادة صاحب البيت يلف البيت كامل، فضروري نستعجل يا حرامي يا بطيء. اخي انا طماع، والله اني طماع يا جماعة، ودي اشوف اذا كذا خليت درج فاضي يجيني فضول. يا اخي ايش الاصوات هذه؟ هو هنا هو هنا هو هنا، المفروض يم عليه يطلع. الظاهر الصوت هذا يوم، يا رب ما يجي شيك. هو فوق، اذا اجى بيجي من هنا. فلوس 15، 50 دولار جنب السرير. لو انا مكان اخبيها تحت السرير والله. اوه هذا نايم هنا، هذا كيف اوصل له؟ في خزنة يا جماعة، يا اخي ضروري افتح اللوك بيك ليفل 4 عشان الخزنة. سيف كراكينج تولز، هذا ناشبين عند الموتر، وهذا اوسخ شيء في اللعبة انهم ما يروحون يتمون ناشبين عند البيت. بلوكينج ترافيك، طيب اسفين. بروح بفضي شنطتي اول عشان اعرف ارجع للبيت 104 واكسر سيارتهم، يمكن سيارتهم مش موجودة الحين. الجولدن جلوبت طلع ب 66 دولار، كويس. دمج ايفون ب 88، في مايكروويف بس مدري في اي بيت ب 180. بس هذه شغلات اللي اقدر ابيعها حاليا، والشنطة لسه نصها فل عندي مثل ما تشوفون تحت على اليمين. خلنا نروح نشوف ال ويلكم باك. ويلكم باك. ويلكم باك، طيب خلنا نبيع نشوف شغلات اللي عندنا. كاميرا ب 46 ب 944. دمج الايفون هذا سعره كويس، النوكيا برضو سعره كويس. هارد درايف 60، بيعهم كلهم. وصلنا 2000 بالضبط يا حبيبي. طيب بركنا موترنا ونشوف بيت 104 حاليا. يا جماعة الخير، عندنا 3 بيوت، 106 105 104 6 5 4. هذا البيت الجراج هذا ودي اوصل له، ضروري اني ايش اوصل له. طبعا في ناس داخل البيت، ودي اشوف ايش المتطلبات بس عشان ادخل البيت. ميني الكتريك بيك، طيب ما يمديني ادق الجرس؟ الا والله يمديني، تخيل ادق الجرس يفتح لي كذا بس. والله جاي يفتح الباب. اوه هل تفكر بما افكر فيه؟ اوه بعد زوجها نزل. ايوه روتين، جبت الروتين حقهم. كيف فتح الباب هذا الوسط؟ شوف عزيزي المشاهد، ارجع الموتر، عطها احلى سليب لين الساعة 12 بالليل كذا، واحدة بالليل عرفت؟ روح دق الجرس. واحدة بالليل، احنا اصلا بس المشن عندنا 350 دولار نكسر شباك بيتهم. لو ندق الجرس ونزبن هنا مثلا، نزبن هنا، خلنا نجرب. فتحت الباب. بس ما نزلت هنا. قال ورجع سكر الباب. وربي لا قربوش بكسبه. ايش هذا؟ والله لنشب لك ندق الباب.
شوف شوف من وين جاي، هو جاي من تحت. ودي احد ينزل هنا عاد في الليل، الساعة 2:30 بالليل، كيف بيشوفني؟ يلا فتح الباب فتح الباب فتح الباب فتح الباب. ما نزل. ليه صاروا ما ينزلون بالليل؟ يخافون. شوف قال هنا ودخل. يا طيب يا جماعة أنا بخربها، طفشت، بدق الجرس وبوقف هنا. توقع من يشوفني؟ أنا مزهرية. هو جاي من وين؟ يا رب يجي من هذا الباب. إذا جاء من هنا والله تو... أيوة يا رب ما يشوف، يا رب ما يشوف. السلام عليكم. أنا من الوقفة يا شيخ، يخرب بيت أم الوقفة. يخرب بيتك وربي ما أديك، خلاص ما بيها $300. أبوها أبو فلوس يا شيخ. عن أم الوقفة اللي كذا يا رجال. أوف يا شيخ ديم. ليه ثلاث حلقات؟ ليه ثلاث حلقات وأنا أقول اللي ما تشوفه ما يشوفك؟ لا والله النظام فشل يا جماعة، القاعدة هذه انكسرت، ورب القاعدة هذه انكسرت نهائيا. يوه ضيع حسبتي والله. خلنا نشوف لنا مشن يا رجل زي الناس. يا جماعة عندي 104 اقدر اشوف متى يكونوا موجودين، متى اللوت. رايح ناشب كذا، شوف هاوس سكرتي تبس $26 على طول. يقول لك possible to climb to the second floor on Venus, let's see. حلوين. تذكرون في الحلقة الماضية كنا مضطرين ان نشتري القفازات او نخلص السكيل بوينت حق الفينس ليتسي هذا اللي هو عشان نتسلق، فالحين راح اطبقها اول مرة في البيت هذا. الشيء الثاني بوسيبل لوت لوكيشن، خلنا نعرف اماكن اللوت واهم الشغلات الموجودة. يقول لك جيتار موجود في الجراج وسعره مرة كويس، وندفع 200 زيادة. There is only one person between 8 AM to 7 PM. يقول لك من بين الساعة 8 صباحا إلى الساعة 7 المغرب في شخص موجود. يعني من بعد 7 المغرب حياك الله متى ما جيت. هذا أنا بركنت وجيته الساعة 8:30. مفروض من بعد الساعة 7 وبعد الساعة 8 ما يكون أحد في البيت. فجينا وحنا شارين الجلافز يا حبيبي، ومعانا السكيل بوينت ويمدينا نتسلق من هنا. ايه يمدينا نتسلق من هنا. يا سلام على الطابق الثاني. الجيتار هذا مكانه خلاص. الراديو يا حبيبي استقبال سريع سريع. كم احد في البيت من بعد الساعة 7؟ انا دافع $100 الله يخرب بيتكم يا اخي. ايش الغش هذا؟ قالوا لي بعد الساعة 7 المغرب. وش الخرشات هذه اللي ما لها داعي يا جماعة خير؟ بيت 104 شوف. There is only one person between 8 AM إلى 7 PM، يعني من 8 صباح إلى 7، إحنا جينا 8 PM. ليكون اللعبة مشفرة فهم قصدهم في هذا الوقت في شخص موجود. طيب خلنا نفترض هذه الاحتمالية. دقيقة دقيقة خلنا نروح للنوتس. طيب والبيت 104 شوف. أي والله الساعة 8 AM يكونون out، يعني العكس، يعني الكلام هنا معكوس في الكمبيوتر. هذا شيء صراحة صحيح هذه سببت لنا مشاكل، وصاحب البيت تعرف علينا، لكن ما عليه. الساعة 8 الصباح نصبح عليهم الفطور عندهم بإذن الله. وهذا عزيزي المشاهد الساعة 8 الصباح، يلا صباح خير. حرامي جاي مستعجل. شوف ها ما في شخص في البيت أبدا. ما راح أشتري نصايح من الموقع نهائيا. الشركة تقص علي وتعطيني معلومات كلها خطأ في خطأ. ان شاء الله بس نقول ما في احد في هذا المكان نفس اول. اوبن سلولي. بسم الله دخلنا البيت. ان شاء الله ما حد يكون صاحي. السلام عليكم يا جماعة خير. في فلوس هنا شيل.
ورسيفر شيل عبى نص الشنطة يا رجال. سريع سريع بس اهم شيء الجيتار. اوه في شيء يلمع هنا. تعال 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 تعال. جوال شيل قصدي تلفون بيت شيل. فلوس هنا شيل يا حبيبي شيل. لا تركض لا تركض. الحين كم شخص موجود؟ شخص واحد نايم. حلو خذ راحتك خذ راحتك. ان شاء الله ما يكون احد هنا يخرشني بعد شوي. في شيء هنا شايفك شايفك. كاميرا شيل. بس الجيتار الجيتار اللي جاي عشان هنا وينه؟ يا ساتر كم طابق هالبيت. والله ان البيت هذا خرافي يا جماعه. هذا الجيتار تكفى لا تقولي ما في مكان. يحتاج 7 اماكن. سبعة الجي يعني لازم نطير مثلا هذا ضرب الحين يمدي. حلو ممتاز. الحين شنطتي 100 100. في ميشن بكم؟ 350 دولار. قامت منهم قامت منهم. لا 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 ما راح تطلع فوق ما راح تطلع فوق. يا رب يا رب ما راح تطلع فوق. في فلوس هنا توه برسبنا ولا كيف؟ 50 دولار يا حبيبي. لا تطلعين فوق. والله اذا طلعت كبسة على طول لان خلاص بتجي من هنا او من هنا ما ادري. لا من هنا الظاهر. اي من هنا بما انه في صورة صح؟ ما تجي من هنا. هنا مسكر. اي والله. طيب انا وش ننزلني هنا؟ واو في شغلات كثير الظاهر لنا يمدينا نسرقها بعدين. خلنا الحين سريع سريع. فلوسي 600 قبل شوي كانت 2000 شلون؟ طيب 350 يا ابوي يكسر ما يبي لها كلام. بسم الله. او انه ما عرفت. والله انا مجهز نفسي للركض. حلوين زرفنا البيت كسرنا موترهم وطالعين بدون ما حد يكشفنا. كمية الأوادم اللي برا ما في أحد الحمد لله. طيب يا سلام وربي شغل نظيف يا جماعة وربي شغل نظيف. مفروض ما حد يشوفني الظاهر بس يلا ما عليه. خليت أشوفني بالعمد لأنه أقرب الموتري من هنا وأقطع الشارع الخطوط. وإنسان محترم جدا وأركب موترك وبسم الله. واو هذه أفضل سرقة يعني مريت عليها صراحة. مفروض يعطوني هي من جد. دي دي 5 نجوم. على إيش دي؟ ليش دي؟ تغييرهم فاشل يا جماعة ما عليكم. طيب نشوف بني وش عنده. You're still weak on the lock picks. Up your game. أوبس يقول لي ما زلت فاشل. او خلنا من كلمة فاشل ما زلت ضعيف في استخدام فك القفل. ف وش قصده؟ يقول لي ليرن لوك بيكينج ليفل 3. طيب حلو سكيل بوينت ليفل 3 لوك بيكينج. واو اوبن هارد لوكس ويد ميني الكتريكس بيكس. حلوين تم يا بني. جرين فيو 108 سبيندز واي تو ماتش تايم ان فرونت اوف ذا تي في. بي ا جود نيبر اند هيلب هيم اوت. طيب يقول لي بيت 108 يقضون وقت طويل على التلفزيون فسوي لهم معروف وروح تفاهم مع التلفزيون. ف يعني واضح الموضوع. وصلنا عند البيت 108 اللي نحتاج نكسر فيه التلفزيون. طيب معليش معليش. يقول لي كراوتشنج ان ويرد بليس. طبعا البيت هذا فيه له شخص شخصين في دريشه مفتوحه يمدينا نتسلق من هنا. بلغ الدورية علي شافوني اتسلق. بس ودي اعرف انا ودي اعرف بس القفل هذا وش يحتاج. ميني الكتريك لوك بيك لوك بيك ليفل 3. طيب معلش يا جماعة معلش لان التلفزيون داخل هنا فاهمين ما يمدينا نوصله. الزبنة الزبنة الزبنة. والله ما في الا كذا يا جماعه. وش نسوي؟ اقرب مكان زبنه الوضع هذا الحين. وفيه شخص واحد باقي قدام البيت هناك فخلنا نتقدم بشويش نطلع من هنا. و طيب ما في احد يشوف. كسرنا الشباك هذا مفروض الحين نقدر نفتحه. جميل جدا. طيب يمدينا ندخل.
ما يعطيني كلايم، ليه ما في كلايم؟ طيب بعطيها نقزه ويا رب لم تزبط معنا. يا اخي ليه ما يمدينا ادخل؟ اي والله دخلت. يا ولد ما اشوف شيء. واو رسيفر. التلفزيون بكم هذا؟ شكله غالي يا ولد. وسبيكر فلوس شيل 50 50. يا ساتر يا ساتر. في شيء هنا مهم؟ انزل. ما في شيء ما في شيء. يا ولد شغلات كثير هنا والله. خذ الريموت في الشنطة. وهذا كريمة. الموتر لازم اقرب هاي ولد. طيب خلنا نشيل التلفزيون اللي هو اهم شيء في المشن هذا. ايوه جميل. وقف الموتر سريع سريع. افتح هذا يا حبيبي. خلاص متعودين على السرقة. ما ادري اذا كان يمديني ازرف شغلات اكثر من شغلة احطها ورا، لاني اتذكر مرة قبل حلقتين الظاهر كنت احاول احط تلفزيون مع شيء ثاني فما ضبطت معي. ما ادري اذا فيه مجال ان نطور الموتر بعدين ناخذ اكثر من شغلة في نفس الوقت يكون شيء ممتاز. دريشة مفتوحة ما زالت عشان نرجع ونكمل السرقة في بيت 108 ان شاء الله. خلنا نشوف سعر التلفزيون هذا. طيب شوف الشاشة يا زينها والله العظيم هذه اقل شيء 300 دولار. يلا 700 دولار. والله انها تستاهل وربي انها تستاهل. لا ومع الريموت يا رجال خذ الريموت فري. والله احلى ختامية. اتمنى الحلقة نالت على اعجابكم. هذا كل شيء واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات جاية. لا تنسوا نشر رابط الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.